طيب يا جماعة، الفيديو ده مبدئيا كده بلس 18 كبار فقط، فاللي بيتكسف أو بنات تمام. خربتك يا كريم. بتقولي ايه؟ خربتك يا كريم. لا قولي بتقولي ايه؟ خربتك يا كريم. طب انا عندي فضول اعرف انت محلويه ليه النهارده؟ لا هو انت حلوه كل يوم، بس النهارده في حلاوه بزياده يعني. بحبك. انا عايز اسالك سؤال. اسال. بصي، هو انت تعرفي يعني ايه بلوك؟ لا ايه ده، ايه بلوك كده؟ طب كويس انك ما تعرفيش. المهم بقى انا عايز اقول لك ان انا بحبك. اه يا سيفي، طب والله اعمل لك حظر. هو انا ينفع اقول لك على حاجه؟ اكيد طبعا. ممكن ما تسيبنيش؟ اكيد طبعا مش هسيبك. انا عندك كسر منك 1000 مرة ولا ان اكسرك في يوم. بتعملي ايه يا دبدوبة؟ بسمع اغاني يا جليتش. بتسمعي ايه؟ معك قلبي. انت بخدودك دي تسمعي معك محشي. تعرفي مكونات الكيكة ايه؟ ايه يا جليتش؟ زبدة ودقيق. وانتي قصدك اني سكر؟ لا بيض. ايه، اول مرة اعمل فيديو بصوتي، بس انا طالعة مخصوص عشان اقول انا بحب حسن شاكوش قوي. ناس كتير هتقول ايه الهبل ده وهتنتقد ومعرفش ايه، بس انا حقيقي بحب حسن شاكوش قوي. ولو شاف الفيديو ده انا بقولك انا بحبك جدا. انا اسمك يا بت؟ اسمك ايه؟ قولي. لا انت عبيد. ب ح ب كاف عفاف استظراف. بحبك. ايوه بقى. تخلع عيونا والغمزات ضحكتها بتحيي اللي مات. ايه عيوبك؟ سهلة ومتناولة الجميع. يعني حضرتك عارف المثل بتاع شوقي ولا الدوقي؟ اه. انا جيت اشوق دوقت. نعم. الو. ايه يا قلبي؟ يا حبيبه قلبي، بقول لك ايه، في حاجات غريبه كده بتحصل لي لما بشوفك. ايه اللي بيحصل لك؟ بيقف لوحده. هو ايه ده اللي بيقف يا ليل الادب؟ قلبي طبعا. يا اخويا تنيل، ده حتى صغير. انا جمر كده ليه يا ادهم؟ ايه؟ انا جمر كده ليه؟ جمر؟ اه. ايه جمر دي؟ يعني جمر. يعني ايه؟ يعني قمر. قمر؟ وانت قمر؟ لا كذاب. لا قمر. صفاري دمعت عينيك. عارف يا محمد، اختلاف الاراء ده حاجه تحفه، عامل زي لون عينينا كده. يعني مثلا انا عيني بني وانت عينك فارغه وزيغه وبتاع بنات وما يملهاش الا التراب. عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش. كل يوم تصرف 300-400 جنيه. كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا. اه. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ مش حطيت السماعه في ودني بسمع ام كلثوم، فجاه طلع عليا اسد. عملت ايه؟ مش هرمي السيجاره. ايوه. مش هرمي كوبايه الشاي. ماشي. رحت ماشي كوبايه الشاي، رحت رازعها في وشه، قعد يقول اف احا كده الكوبايه لسعتني. كدام. تعرضت للتحرش؟ لا الحمد لله، حتى التحرش محرومه منه.
للدرجه دي. شوفتي يا حرام يا سلام، التحرير ها، اتحرشوا كل البنات الا انا. جابوا لي كرسي واقعد يا استاذه. بيجي لي واحد صاحبي قال لي انت ايه بحاجه، قلت له لا ولا حد عبرني.